ورجعنا تاني في بيت أميرة، واللي مشرفاني الأستاذة نوال، الشيف نوال، اللي أكلها كده بيقولوا مفحة كده وريحته جميلة كده. إيه الحلاوة دي؟ الله يخليك. عرفينا بقى عملت إيه. و هو كده خلاص أنا حطيته الرز اهوت على الخلطة بتاعتي أهي، بسم الله ما شاء الله شكله جميل جدا. نوجه بس الكاميرا، والريحة تاني بقى انتوا شاهدين اهو، مشاهدين مشاهدين. نوجهه بس على الكاميرا كده لو سمحت يا شيف. الرز بتاعي بالصدور بالخلطه اهوت، انا كده شرب الميه اهوت. ههدي عليه خالص على ما يتشرب الميه براحته. هنعمل مقادير حاجه تانية على ما الرز بتاعي يستوي. هنعمل ايه بقى علشان المقادير تنزل؟ هنعمل صوص الشوكولاته. طب ماشي. احنا بنستخدمها في تزيين الكيكات وتزيين التورتات، يعني مش هنشتريها خالص بعد ما نعملها، هي بتتعمل سهله جدا، وبالطريقه بتاعتي دي بسيطه، وبعدين بتفضل معاكي يعني مثلا تعملها في اول رمضان او اي عزومه بتفضل معاكي وقت طويل ما بتبصي. تمام. هنعمل مقادير بسيطه خالص وهنعملها على البارد اهيت، وبعدين بعد ما نرب الكلام ده كله هنحطه على النار. معايا كوبايه من السكر، الكوبايه بتاعتي ديت بتاخد يجي ربع كيلو. تمام. وديت برضو كوبايه من اللبن، هي نفس الكوبايه نفس المقادير، هنحطها كده اهوت. هنقلب الكلام ده كله على البارد قبل ما نروح على النار. تمام. بس كنت هقول لا مش هنروح على النار غير ما نقلب الحاجات دي كلها. وبعدين معايا نص كوبايه من الزيت، مش هحطها خالص الا لما نروح على النار. معايا كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام، لازم يكون كاكاو خام غير محلى اهوت. هنقلب الكلام ده كله، هنحط كمان معلقتين من النشا. تمام. كل حاجتي على البارد اهيت. تمام. هضيف كمان ده بيدي طعم اللي هو النسكافيه اللي هو سرايا الذوبان اللي هو شوكولاته. هنحط بس نص الكيس كده، بيدي طعم ونكهه جميله جدا. هقلب ده كله على البارد لعند ما يدوب معايا، ومش هضيف معايا كمان نص مع المقادير نص كوبايه من الزيت، انا مش هحطها خالص الا لما ايه هضيفها واحده واحده على النار. هدوب الكلام ده كله على البارد وبعدين احطها على النار، وبعد شويه كده يا دوب يسخن هضيف الزيت النص كوبايه واحده واحده عشان يلف معايا، وهيبقى احلى صوص شوكولاته استخدميه لتزيين الكيكات والتورتات، بيبقى موجود في البيت بيبقى جميل جدا وبطريقه سهله. هحط الزيت بقى بعد ما يسخن شويه. خلاص ماشي. احنا عايزين برضك نرحب بالضيف اللي معانا اللي منورنا في الاستوديو. اهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ احمد رزق، رسام وموهوب جدا في الرسم. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. عايزين تعرفنا بموهبتك وازاي بدات موضوع الرسم، من صغرك مثلا ولا كورسات؟ لا انا موهبه يعني. موهبه. بدات ارسم، كنت برسم رسومات عاديه. الصور كنت برسم رسومات عاديه اللي هي مثلا منظر طبيعي، اشجار وانا صغير الكلام ده. دي الصوره بتاعتك؟ دي الصوره بتاعتي يعني من سنتين كده مثلا. تمام. بدات اهتم بقى برسم البورتريه من حوالي سنتين كده. بدات اتعلم واحده واحده في يعني فيديوهات. دي من سنتين. طورت اكتر من كده. فيديوهات. وهنشوف برضو فيديوهات وكده. دي رسم بالجاف، قلم جاف واحد والله. بيعمل البورتريه ده رسم بالجاف. يعني انا حاسه ان في رسم بالفحم وبالرصاص بالرمل. ايوه في كل ده رصاص وفحم، اللي هي الصوره دي. دي رصاص وفحم مع بعض. جميله جدا. اما اللي مع حضرتك دي قلم جاف واحد بس لا غير، ومفيش رصاص فيها خالص، مفيش اي حاجه، قلم جاف ممكن يعمل الحاجات البسيطه دي. بجد موهوب جدا. جميله. طب ودي؟ دي الوان ممثله دي. اجنبيه. انت بقى مالكش في المصري؟ لا اكيد طبعا. اكيد طبعا. ايوه عايزين نشوف حاجات مصريه. أكيد. طب ورينا حاجات مصريه. النجم الكبير شيكابالا، مع ان انا اهلاوي بس انا بحبه شخصيا يعني. شفت بقى، شفت الناس اللي بجد اللي الرياضيين زي ما بيقولوا كده. انا اهم حاجه احنا دلوقتي لازم نبارك للاهلاويه كلهم. أكيد بس طبعا. مش الاهلاويه بس، لمصر كلها. لان فعلا كان بيمثل مش نادي الاهلي بس، كان بيمثل مصر كلها. وبقول للناس اللي هي المتعصبه والناس اللي هي متشدده ومتزمده، ليه يعني ليه التعصب؟ خليك يعني رياضي. واحسن انا حصل لي موقف رهيب جدا لازم انا اقوله، ان انا عماله بتفرج على الماتش
وحد زملكاوي او اي كان يعني، المهم عمال بيدعي يا رب الاهلي يخسر. طب ليه؟ ليه يا جماعه يعني بتنصر الاجنبي على ابن بلدك؟ يعني بجد حاجه تزعلتني جدا. فعشان كده بقول للناس المفروسه يعني بطلوا الكلام ده كده بجد والله عصبني. لا انا بشجع الكره الحلوه. ايوه هو ده اللي احنا عايزينه. انا اهلاوي. الرياضه على فكره اخلاق يعني. منتمي للاهلي يعني كتير كمان، بس انا يعني بحب الراجل ده. والله يعني الزملكاويه كلهم محترمين وعلى راسنا يعني، بس الناس هم اللي بيعملوا موضوع التعصب ده. ايوه ف موضوع يلا صعب شويه. ربنا يهدي النفوس زي ما بيقولوا كده. طب هو كان حلمك اصلا انت تبقى رسام ولا كان لا. حلمك ايه؟ انا كان حلمي لعب كوره. يا سبحان الله. كنت بلعب كوره وكده، بس كنت بلعب كوره وكنت برسم برضو يعني. كانوا الاثنين مع بعض. بس الرسم هو اللي أثر فيه. الرسم اللي أثر فيه. الموهبة بتأثر على أي حاجة صح؟ طب بترسم إيه أكتر حاجة؟ يعني رسومات أشجار وحاجات من دي ولا وشوش؟ لا حالياً الفترة دي برسم أشخاص، بورتريه أشخاص كتير. طب إيه الصعب بالنسبة لك؟ إنه ترسم شخص بملامحه ولا ترسم اشجار وخضار يعني؟ لا اكيد طبعا خضرة. صعب الشخص البورتريه. لازم تطلع حاجه كل حاجه بالظبط طبق الاصل زي ما بيقولوا كده. تمام. طب عايزين برضك نعرف بتاخد وقت منك قد ايه؟ يعني لو شخص معين انا بعتلك الصوره النهارده بتاخد وقت منك قد ايه؟ والله يعني ممكن خلال يومين، هي ممكن تاخد يدوي متواصل يعني مثلا 3 ساعات او 4 ساعات على حسب الصوره برضو، على حسب الشغل اللي فيها وعلى حسب النوع اللي انت عاوز ترسمه. فحم او جف او الوان او رسم ديجيتال، حاجات كتير يعني. عايزين برضك تعرف الناس ايه صفحتك، اسم صفحتك، اسم البيدج بتاعتك. انا اسمي احمد رزق من محله الكوبرا الغربيه. صفحه الرسم بتاعي اسمها ارتست احمد رزق. يعني معظم المحلة عاملين شغل من عندي الحمد لله ما شاء الله. يعني المحلة برضك على راسنا من فوق يعني. أكيد طبعا. بلد كلها ناس مواهب جدا ما شاء الله. طب عرفني بقى لو الرسمة أنا عايزاها بالفحم وكبيرة أو صغيرة؟ كمان يعني المحلة مكتسحة يعني. إيه رأيك في الصور الأول؟ بسم الله ما شاء الله جميله جدا بجد. ربنا يوفقك. اللي حابه يا شيف يعني لو حابه ان انت ترسمي، هترسمي بالجاف ولا ترسمي بالالوان ولا بالفحم؟ ولا بالفحم. لا الفحم ده طبعا حكايه طبعا متعه. الصراحه صوره طبيعيه وجميله جدا. تسلم ايدك. ما هو عشان عاملها لنفسه بقى. ما هي عشان لنفسه بس. اي حد تاني بقى يدخل الوان. فعاملها بضمير. لو انت حابه ان انت تعملي بالفحم تمام. طب انت اصعب حاجه في الكلام ده كله الفحم؟ لا الجف. الجف صعب؟ الجف لو عملت غلطه ما تمسحش، غلطه واحده بسيطه ما تمسحش. فعلا. يعني الفحم ممكن يتصلح، عملت غلطه ممكن يتصلح، والالوان نفس النظام. اما الجف صعب جدا وممتع، ويعني مش اي حد يرسم جف يعني عموما يعني. طب افضل لوحه انت رسمتها ايه؟ هي الجف وهكذا الفحم. طب مين دي اصلا؟ دي ممثله اجنبيه اسمها توكيو. برضو. توكيو برضو يعني خلاص مش مشكله، خليك في الاجانب اما نشوف. خلاص ماشي. حابب تشكر مين برضك في اخر فقرتنا كده؟ اكيد طبعا اشكرك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. واعمل لك هديه بسيطه بس كده بمناسبه اهل الحب كمان. يا سلام يا سلام. لا 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 بجد والله جميله تحفه. بنوتاتي ربنا يخليهم ليا يا رب. روان وريم جمال والله العظيم انا ما شفتها وهو فاجئني فعلا بيها، فجميله جدا. ربنا يخليك يا احمد، متشكره جدا ليك. ربنا يخليك يا رب. يا رب. وكل سنه وانت طيب واهلك طيبين طبعا، وبنوجه لهم الشكر. اكيد طبعا اشكر اخواتي واخواتك ووالدتي طبعا اكيد واصحابي. بنسلم عليها وبقول لها متشكره جدا لانك جبتي شخصيه مميزه وشخصيه محترمه زي الاستاذ احمد. وكل سنه وحضرتك طيبه وكل اهلك بخير
وحبايبك كلهم يا رب. شاكرة ليك وفرحتيني بيها جدا. وكل عام وانت بخير، وان شاء الله في تميز وكل حاجة فيك ان شاء الله في تقدم زي ما بيقولوا كده. عايزين نشوف الشيف مع بعض؟ اكيد طبعا. هتاكل ده؟ انا لازم ادوق. عمال يقول لي عايز ادوق، عايز ادوق. الروايح عجبتك يعني؟ اكيد. يقول انا جعانه، انا عايز ادوق. عايز ادوق والله. مش ان شاء الله. انا معايا صوص الشوكولاته اهوت على النار، هيبدا يتقل معايا عشان انا حطيت النشا والنسكافيه اهوت معايا. هبدا احط الزيت وهو على النار كده واحده واحده اهوت. ما بضيفش الزيت على البارد، بضيفه واحده واحده كده على النار. بمجرد ما يتقل معايا الاكل استوى ولا لا يعني؟ ما هو معايا اهوت، هوريه لكم. بتقعدي تقلبي فتره كتيره ولا؟ عشان هي فانيشه بتقلبي على النار، انما احنا مدوبينها اساسا على البارد وبعدين بنحطها على النار. تمام. الرز بتاعي اهوت اتشرب. بسم الله ما شاء الله. اهيت. جيبوا يا جماعه، جيبوا يا جماعه. ايوان كده. عايزه ادوق. عايزه. هي مش عايزه تشوف الروائح بس، عايزه تشوف الشكل كمان اهوت. بسم الله ما شاء الله، الرز جميل متفلفل معايا خالص اهوت. ويا دوب صوص الشوكولاته ده هيتقل معايا. تمام. بتصبيه في بوله، بتصبيه في بطرمان، بتصبيه في اي حاجه وتعينيه لتزيين الكيكات والتورتات، بيبقى جاهز معاك على طول، بيبقى جميل جدا. لا انا عايزه التورتيه كلها ببعضها. حاضر. مره صح ولا ايه يا احمد؟ ان شاء الله ان شاء الله مره تانية نعملها طبعا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الفقره بتاعتنا خلصت، والاستاذ احمد برضك شرفنا ونورنا، وهديته مقبوله جدا ما شاء الله. ربنا يخليك يا رب. هتنتظروني في فقره تانية من فقرات بيت اميره، بيتك ومطرحك طبعا، اوعى تروح في اي حته. بس انا مكمله معاكم طبعا. فاصل ونواصل.